شو سينا الإمام مالك إن يس سميسن كيف استوى ربك، كيف استوى الرحمن، إن استوى كما أخبر وعلى الوجه الذي أراد وبالمعنى الذي قال استواء منزها عن الحلول والانتقال، فلا العرش يحمله ولا الكرسي يسنده، بل العرش وحملته والكرسي وعظمته، الكل محمول بلطف قدرته مقرون بجلال قبضته، فالاستواء معلوم والكيف مجهول. فلا واحد الاستواء معلوم ربي استوى استوى، الكيف لا، الكيف آمش لا مانيير ذاك السيارة، الاستواء معلوم والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب، اختضر بدينان والإيمان به واجب، فمن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ. المهم إلى آخره أي غرد النغة ولقي أخطر ذي آيات الصفة. لذلك رأي أو منهج السلف أسلم، ومنهج الخلف أحكم. تغذف روحس هذا منهج السلف أسلم، لكن أخويا خطيني نؤمن بها كما هي، ربي ليس كمثله شيء، نعم ليس كمثله شيء. سمي سقسان يروى عن سيد علي الناس ربي سبحانه صف لنا ربك وصفيت، إن سبحان ربي لا يدرك بالحواس ولا يقاس بالقياس، لأن دينا كسيدة ربي سبحانه أتسوالي أتسوالي خاطر ربي ذا غنادي القرآن لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. هذا أنت فرع واحد، إن سبحان ربي لا يدرك بالحواس وتتواليض وتسريحيض وتتفض والو، لا يدرك بالحواس ولا يقاس بالقياس. تقيسالة خاطر كل شيء تقيسي سوين ينزرى ولا غذران ولا البحر ولا طجور ولا ذايا، كل محدود كل شيء محدود. علم الله المطلق إغر دينا ربي سبحانه، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، يوك أين دخل قربي يوك ذي الدنيا ثوك ثمو سنين سن مثل دوكلة مجمع الشويط تسقين كد الشويط، وما أوتيت من علم إلا قليلا. إن سبحان ربي لا يدرك بالحواس ولا يقاس بالقياس، فوق كل شيء وليس تحته شيء، وهو في كل شيء ليس كشيء في شيء. خلينا غاو تيكلت ني عدان ادي نض اوذي يلا يفكي يلا سوره مي ولا شيء ولا ضرا من مية والد السندوم السندوم أدي فغت فروش تبوذي صافي نزرى باللي لا وذي داخل يفكي أبري مثل السندوم يعزلد وذيني الشيء ذي الشيء إلا حاجة ذي حاجة، إنس ليس هو فوق كل شيء وليس تحته شيء، وهو في كل شيء ليس كشيء في شيء. أمشي تختم إنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يختمت الآية القرآنية. لذلك الفرق الباطنية خاصة في صفات الله عز وجل، يعني إلا وندا خسرنا طاسة طاسة طاس ذين مي الكلمة كي تجدين سبكي يشكيث الله يبارك، إن فإن حمل لدليل فصحيح أو لما يظن دليلا ففاسد أو لا لشيء فلعب لا تأويل، ميلا بلاش بلا دليل بلا القارنة بلا والو، إن شو كي ذي العبث. وطبعا